بمنطقة سيدي بن نور يلجأ عدد كبير من الفلاحين إلى اعتماد الزراعات الصيفية بعد موسم جني الحبوب والشمندر السكري، وسيلة لتوفير موارد مالية إضافية وإعداد أفضل للتربة. أمين هنوي ومصطفى ودة. بعد جني محاصيل الشمندر السكري والحبوب يلجأ فلاحو منطقة سيدي بن نور إلى زراعة بعض أنواع الخضر خلال الفترة الصيفية، كهذا الفلاح الذي اختار نوعا معينا من الطماطم، نوع لا يتجاوز إنتاجه 4 أشهر، وذلك من أجل إعداد التربة من جديد لاستقبال الزراعة الخريفية. المنطقة ديالنا شي باش معروفة بعد ما طيشها الزحافة، حتى كضرب لينا تقريبا 4 أشهر، وكنحيدوها باش نديرو فلاح أخرى، فلاحة جديدة أخرى تاني. ملي كيكون الحصاد وديك القلعة ديال الموسم ديال الشمندر كنديروا هاد الفلاحة تاني، الفلاحة الصيفية كتم بالنسبة للمطيشة والفلفلة والدنجال. أنواع متعددة من الخضار يختار الفلاحون زراعتها خلال فصل الصيف من أجل توفير موارد مالية إضافية في ظل وفرة مياه السقي وحاجة الأسواق المجاورة لهذه المنتوجات طيلة أشهر السنة. الشتاء شمندر والزراعة، وفي وقت الصيف تنزرعوا هادشي ديال الدنجال فلفل سلاوي القرعة مطيشة كلش تيزرع دورة تبع دورة، كله الخاطر ديالو بغا يخليها تسارع بغا يستغلها كله واش بغا يدير. شوية إلا كانت السلعة شوية عاطي الغلة شوية هداك راه كاين شوية بركة، والماء موجود. الماء موجود. مياه السقي عامل مهم في تنمية هذه الزراعات التي ترفع مردودية الأراضي لمنتوجين خلال السنة الواحدة، وتساهم بالتالي في تحسين عيش الفلاحين وتشغيل اليد العاملة.